يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأحاديث الضعيفة هل يستدل بها في باب الأذكار وفي باب الترغيب والترهيب؟ نعم، الحديث الضعيفة تختلف، قد يكون ضعيف لكن له شواهد ترفعه إلى مرتبة الحسن لغيره، وقد يكون ضعيفا عند بعض العلماء وحسن عند بعض البعض أو صحيح عند البعض الآخر، ما هم مجمع على ضعفه. الضعيف يختلف، هم كل ما قيل فيه ضعيف خلاص نغسل يدينا منه، لا، الأحاديث الضعيفة تختلف اختلافا كثيرا، وهذا ما يعرفه إلا أهل العلم وأهل الحديث المختصون به. نعم.